بالنسبة لوقف إطلاق النار، النظام ما عنده مصداقية أبدا. هاي عاشر مرة بيعلن إنه وقف إطلاق نار وما في مصداقية. راح يرد يطلق النار، راح يرد يقصفنا. نحن بمنطقة محاصرة وما بنعرف شو الله كاتب علينا، والحمد لله رب العالمين على كل حال. يعني أنا بعتبر وقف إطلاق النار هو بصراحة بداية فشل الثورة، فشل لقوات الكتائب، فشل لأنه كلياتنا بسوريا. كونه وقف إطلاق النار يعني هو ما نحن اللي فرضنا اللي فرضوا ضعفنا، اللي فرضوا ارتباطنا مع الخارج. بنرحب بوقف إطلاق النار، ونتمنى أن نكون سادين بهالمرة، ما يكذبوا علينا مثل كل مرة. بنرحب بهذا الحكي. وقف إطلاق النار يعني نظام ما له مصداقية بنور، يعني غدار بأي دقيقة بيضربه. يعني ما في من جمعة ضربهم صاروخ أخي، ما يعني الوضع ما منيح بنور، ما في لا وقف إطلاق نار ولا شيء. والنظام غدار أخي، ما فينا نقول غير هيك. نحن هون حي الوعر، نظام ما له عهد. هن أساس نوقف إطلاق النار بسوريا، هذا الشيء ما في شيء منه بنوب. وهلا عندك بردة بالشام عم تنقصف، امبارح فيها 15 قتيل، واليوم هي قصف، كمان قصف اليوم بلش عليها. يعني نظام خاين، نظام ما له عهد ولا له هدنه ولا له وقت اطلاق نار بسوريا كلها، لا حتى روسيا ولا حتى تركيا بتقدر تضبط هذا الشيء. اطلاق نار والله العظيم كذابين، ولو بدهم يعملوا وقف اطلاق نار كانوا من اول الثوره، بس هن جماعه كذابين، بس بدهم مصاري. دبحوا العالم بحلب ونحن محاصرين، مي ما عندنا صرنا أربعة أيام، بقول لك وقف إطلاق نار والله، كلهم كذابين عمي، ولو بدهم يحلوها حلوها. ما لنا ثقة بوقف إطلاق النار، وأصلاً هن اللي عم يقولوا وقف إطلاق النار هن اللي عم يقتلونا، اللي عم يأمروا بوقف إطلاق النار هن اللي عم يقتلونا.